هلو حبايبي، كيف حالكم اليوم؟ ان شاء الله طيبين. فيديو اليوم راح يكون فيديو روتيني اليومي للعناية بالبشرة. طبعا جاتني بعض الاسئلة على سناب شات انه كيف اهتم ببشرتي او ايش المنتجات اللي استخدمها، خاصة انه احنا خارجين من فترة صيف كانت مرة طويلة وحارة ورطبة، وكان تأثيرها كبير على بشرتنا وخاصة بشرتي لانها دهنية حساسة. علشان كذا كان الاهتمام مرة مكثف، فحبيت أسوي هذا الفيديو علشان نستفيد من بعضنا. فإذا حابين تعرفون كل التفاصيل تابعوا الفيديو للأخير. روتيني الصباحي يبدأ بعد ما أصحى من النوم، وعادة أغسل بشرتي بهذا الغسول من بايوديرما اسمه سيبيوم موسانت، وهو خاص للبشرة الدهنية إلى المختلطة، مرة حلو وأحسه ينظف من الأعماق. وعلشان أزيد من فعاليته أضيف للعلبة بعض القطرات من زيت شجرة الشاي، وأستخدم هذه الفرشة بطريقة ناعمة على كامل الوجه، وأحاول أبعد عن محيط العيون. ولكن تأكدوا دائما أن تكون فرشة تنظيف نظيفة ومعقمة علشان ما تنقل الجراثيم من بشرتنا وبعدين تطلع الحبوب. وأنا دائما أعقمها بالموية الحارة بعد كل استخدام. أما شفايفي فأقشرها بهذا المقشر من ألبا، وممكن أستخدمه على كامل الوجه إذا حسيت أن بشرتي تحتاج للتقشير. أجفف بشرتي بمنشفة نظيفة بطريقة الطبطبة، وإذا كان عندي وقت أو مو حابة أخرج من البيت أستخدم شيت ماسك. حاليا عندي 3 أنواع من ماركة هوني سكين بخلاصة الحلزون والأعشاب البحرية والهارولينيك أسيد. أحاول أبدل بينهم كل مرة، أخليه على بشرتي لمدة 20 دقيقة، وفي هذه الفترة ممكن أشرب قهوتي أو أفطر. وبعد ما ينشف الماسك أغسل البشرة مرة ثانية بالغسول، وبعد ما أجففها أوزع فيتامين سي سيرم على كامل وجهي. فيتامين سي مرة مهم لأنه يعطي النضارة للبشرة ويؤخر سن الشيخوخة. أنتظر 5 دقائق إلى أن تتشرب البشرة على الفيتامين، وبعدين أوزع عليها هذا المرطب من كلينيك على كامل الوجه بطريقة الحركة الدائرية. والمرطب مهم لأنه يوفر التغذية والترطيب لبشرتنا طول اليوم ويعطيها إشراقة وحيوية. وأبداً ما أنسى الشفايف، أنا أستخدم هذا المرطب من نيتروجينا، ترطيبه جداً عالي يصل 6 ساعات أو أكثر. وإذا كنت حابة أخرج أحط الميك اب بطريقة عادية، وإذا كنت جالسة في البيت أكتفي بهذا القدر. روتيني المسائي يبدأ بعد ما ينتهي يومي وأرجع للبيت، وأول شيء أسويه أنه أشيل كل الميك اب وأستخدم موية ميسيلار من غارنيه مع قطن دائري للوجه، وأتأكد 100% أنه بشرتي نظيفة وما فيها ولا قطرة ميك. أغسل بشرتي بنفس الغسول من بايوديرما، لكن في المساء ما أستخدم فرشة التنظيف لأنه أحسها مرة قاسية على البشرة إذا استخدمتها مرتين في اليوم صباحا ومساء، فأكتفي باستخدامها فقط في الصباح. وبعد ما أجفف بشرتي أمسحها بقطنة مبللة بموية الورد كتونر طبيعي أو مطهر للبشرة. طبعا أهم منطقة لازم نهتم فيها قبل النوم هي منطقة تحت العيون. أنا أستخدم هذا الكريم من روك، هو مصحح للعيوب ومحارب للتجاعيد ومرطب. أحط كمية قليلة مرة مع مساج خفيف. أما بالنسبة للوجه فيعتمد على حسب المشكلة اللي أعاني منها في كل مرة. فمثلا إذا كان في وجهي حبوب أو بثور أو تصبغات أستخدم هذا الكريم من SVR على كامل الوجه، روعة بكل معنى الكلمة، يشيل كل الحبوب والبثور ويخلي الوجه زي المراية. أما إذا ما كان عندي حبوب وبس أبغى كريم للتغذية والإشراقة أستخدم هذا الكريم اسمه كولاجين، وهو مشهور كثير وأعتقد كلكم تعرفونه. صراحة يخلي الوجه مشبع بالرطوبة وندي. وآخر شيء أحطه هو مرطب الشفايف. وبكذا نكون انتهينا من الروتين المسائي وكمان من الفيديو. لا تنسون اللايك إذا استفدتوا، واشتركوا بالقناة، وإذا ما شفتوا الفيديوهات السابقة شوفوها راح تستفيدون وتستمتعون. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو الجاي. مع السلامة.